في الخارج والداخل، شفنا في جنوب افريقيا حتى جنوب جمهور النادي الاهلي العظيم، بص ورا الفريق في جنوب افريقيا، ورا الفريق في كل مكان، دي حاجات تحسب لجمهور النادي الاهلي. اتعودنا من النادي الاهلي لما الجمهور بيساند الفريق ويقف وراه بالذات في المواقف الصعبه دايما بيلاقي الرد في ساعتها. خلينا نتفق ان وصول النادي الاهلي لبطوله العالم كاس العالم للانديه للمره الخامسه اعتقد ده هيبقى انجاز ما تكررش من اي فرقه في اعلى مستوى العالم. ده اللي متعودينه من جماهير وإدارة ولاعبي وجهاز الفني النادي الأهلي. لا هو بالنسبة لنا احنا تعودنا خلاص النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية. وكالعادة الجهاز الفني واللعيبة ما خذلوش جمهورهم وخلوه يدوق معاهم طعم الفرحة اللي كان بقاله كتير مستنيها. العالم كله هيتكلم عن النادي الأهلي، هفكرك إن الميديا كلها على مستوى العالم هتذكر النادي الأهلي إزاي يصل لكأس العالم للأندية وإزاي يحقق مباريات في كأس العالم للأندية. وزي ما بدأ دور الجمهور قبل بداية المباراة استمر بعد نهايتها، وده طبعاً باحتفاله مع اللعيبة والنادي بالفوز بطريقته الخاصة. يبقى النادي الأهلي هو النادي الأهلي.